السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة. الأول كل سنة وانتم طيبين. يوم جديد وكله أمل وكله تفاؤل وكله صحة وسعادة. أتمنى ليكم كلكم الصحة والسعادة. الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة عن مشكلة من مشكلات كبيرة اللي بتواجهنا كلنا في حياتنا كل يوم. يمكن مفيش حد مننا ما اشتكاش في اي مرحلة من مراحل حياته من الصداع. الصداع ده تقريبا 75% من الناس على مستوى العالم بيشتكوا من صداع. الصداع ده ليه اسباب كتير. ازاي بيحصل الصداع؟ اسبابه ايه؟ امتى الصداع اللي بيجيلنا يكون صداع خطير؟ ازاي ننتبه ليه؟ وازاي على طول نتوجه الى الطبيب لما نلاقي حاجة مقلقة من الحاجات اللي هي ممكن تقول لنا ان صداع خطير. طيب، هل الصداع ده نقدر نتحكم فيه عن طريق غذائنا، عن طريق بعض الاكلات المعينة، عن طريق طرق الاكل المظبوطة او طرق التغذية المظبوطة؟ ده كله هنتعرف عليه النهاردة على مدار حلقتنا النهاردة ان شاء الله. بحب افكر حضراتكم ان ممكن تشاركوا باتصالاتكم واستفساراتكم عن طريق ارقام الهاتف اللي هتظهر قدامكم على الشاشة على مدار الحلقة. خلونا نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة وهو الصداع. يعني ايه صداع؟ الصداع اي الم مصاح او اي الم موجود في الرأس او الرقبة، منطقة الرقبة او الرقبة، بيسمى صداع. يمكن ترجمته بالانجليزي هيدك. هيدك دي كلمة مكونة من مقطعين اساسيين. هيد معناها رأس، ايك معناها الم. يعني بمعنى بسيط او ببساطة ان الصداع ده الم موجود في الرأس. 75% من الناس على مستوى العالم بيشتكوا من صداع. لكن مش كل انواع صداع خطيرة. مش اي حد بيجيله صداع يقلق على طول يجري بسرعة على الدكتور، خايف يكون عنده لا قدر الله حاجة خطيرة زي ورم في المخ، زي نزيف في المخ، او ما شابه ذلك. عايز اعرفكم ان الاسباب الخطيرة للصداع كلها لا تتعدى من 1 لـ5% من اسباب الصداع. علشان كده لازم كلنا نطمن، لكن في نفس الوقت لازم ننتبه الى الاعراض الخطيرة او الخطوط الحمراء اللي احنا هنقول عليها النهاردة في حلقتنا، اللي بتقول لنا لازم تنتبه بسرعة. الصداع ده قد يكون خطير، فلازم بسرعة نتوجه للطبيب. لكن مش كل صداع بيبقى مقلق. معلومة عجيبة جدا ان المخ نفسه ما بيحسش بالألم. علشان كده كتير من الناس اللي بيجيلهم جلطة لا قدر الله في المخ، او نزيف في المخ، او نزيف بسيط في المخ في اوله، ما بيشكوش من صداع نهائي. لكن ايه مصدر الصداع؟ لان في كتير من الناس بتخاف جدا مجرد ان هي بتجيلها صداع، بتفتكر ان ده لا قدر الله في مشكلة حصلت في المخ، عنده جلطة في المخ، عنده نزيف، عنده ورم في المخ. علشان كده المخ نفسه لا يحتوي على مستقبلات ألم، علشان كده ما بيحسش نهائي بالألم. لكن ايه مصدر الصداع؟ في حاجات تانية موجودة في الرأس وفي الرقبة هي اللي بتحس بصداع، او هي اللي بتحس بالألم، وهي اللي فيها مستقبلات ألم، واللي هي لو حصل فيها مشكلة ده بيسبب لنا الصداع. يمكن من اولها الأغشية اللي هي مغلفة للمخ من الخارج، دي فيها مستقبلات ألم. علشان كده الناس اللي عندهم مشكلة بتعلي ضغط المخ شوية، ده بيخلي يحصل تهيج او شد في الأغشية المغلفة للمخ، وده بيسبب لنا صداع. يمكن احنا الصورة اللي معانا دلوقتي على الشاشة بتبين لنا اهم الحاجات الموجودة في الرأس اللي هي فيها مستقبلات ألم، ولو حصل فيها مشكلة بيعمل لنا ده صداع. احنا قلنا الأغشية المغلفة للمخ، الأوعية الدموية الموجودة في المخ نفسه، سواء الأوعية الدموية دي كانت شرايين أو
اوردة. العظام المخ او الغشاء الرقيق المغلف لعظم الجمجمة ده فيه مستقبلات الم، علشان كده بيحس بالالم. فروة الرأس طبعا فيها مستقبلات الم. العين فيها مستقبلات الم، عشان كده لو في اي حد عنده مشكلة في العين ده ممكن يسبب له صداع شديد. الانف والجيوب الانفية برضو من ضمن الحاجات اللي فيها مستقبلات للالم، لو حصل فيها مشكلة بيعمل لنا صداع شديد. الاسنان، ويمكن كتير مننا بيعاني من مشاكل في السنان ودايما بيجي لنا بصداع متكرر. برضو الاذن من ضمن الحاجات اللي فيها مستقبلات الم وبتحس بصداع وبتكون مصدر للصداع اللي فيه كتير قوي من الناس بتشتكي منه. طيب انواع الصداع دي كتيرة جدا، لدرجة ان في جمعية عالمية اسمها جمعية الصداع العالمية حاولت تصنف او حاولت تحصر اسباب الصداع او انواع الصداع، ولقت ان في حوالي اكتر من 200 نوع من انواع الصداع. لكن بصفة عامة نقدر نقسم الصداع او نعرف او نصنف الصداع الى نوعين اساسيين. النوع الاول هو النوع الاكبر، وهو الصداع اللي مش معروف له سبب او الصداع الاولي، وده موجود في حوالي 90% من الناس. في نوع اخر اللي هو الصداع الثانوي، وده اللي معروف له سبب. السبب ده قد يكون مشكلة في النظر، ممكن يكون التهاب في الجيوب الانفية، ممكن يكون التهابات في المخ نفسه او التهابات في السحايا او الاغشية اللي هي حوالين المخ، ممكن يكون الألم في العين او مشاكل في النظر او التهاب في الجيوب الانفية، او كتير من الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل في الرقبة او تقلصات شديدة في الرقبة، ده بيسبب لهم صداع شديد جدا نتيجة التقلص اللي موجود في عضلات الرقبة. دايما نلاحظوا في الناس اللي هم بيقعدوا فترة طويلة على مكتب قصاد كمبيوتر، الناس اللي هم بيسوقوا لفترات طويلة، الناس اللي هم بيسافروا بشكل يومي علشان بينتقلوا من مكان اقامتهم لمكان شغلهم بصفة دورية او صفة يومية، ده كله بيعرضهم لحدوث تقلصات في عضلات الرقبة، ودي بتؤدي الى حدوث صداع شديد. الناس اللي عندهم مشاكل في السنان برضو من ضمن الناس اللي هم بيعانوا من الم في او صداع شديد. يمكن معانا صورة ظريفة، واحد بياكل ايس كريم او حاجة مثلجة وجات له نوبة صداع، وده نوع من الصداع اللي هو موصوف او مصنف طبيا بيبقى صداع ناتج عن شرب او تناول المثلجات، لدرجة ان هم بيسموه ايس كريم هيديك او صداع الايس كريم. ده برضو من ضمن انواع صداع البسيطة اللي ما تقلقناش، اللي كتير قوي من الناس بتتعرض ليها نتيجة تناول بعض المشروبات او الاغذية المثلجة. يمكن في حاجات برضو في المخ لو حصلت بتعمل لنا صداع، زي بعض الاصابات اللي بتحصل او اللي كتير من الناس معرضين ليها، اصابات الرأس سواء دي كانت في حادثة او خبطة في اي وقت. ده طبعا اللي بيخبط في دماغه شوية او اللي بيعرض لاصابة في بيتعرض لاصابة في الرأس، ده بيشتكي من نوع من انواع الصداع اللي ممكن يمتد الى ايام قليلة بعد الاصابة. الناس اللي هم مرضى ارتفاع ضغط الدم، يمكن اكتر حاجة بتنبهنا لان ضغط الدم مرتفع شوية حدوث صداع. في ناس كتير بالذات اللي سنها كبير شوية بتشتكي من صداع، واول حاجة اول ما نعمل لها او اول ما نقيس لها الضغط نلاقي الضغط مرتفع جدا، ويكون ده اول عرض ليه ان المريض يبدأ يشتكي من صداع. تمام. بعض اورام المخ وخصوصا الاورام اللي هي بتنمو ببطء
دي بتعمل لنا صداع شديد، والصداع ده قد يستمر لفترات طويلة قبل اكتشاف الورم. والأورام اللي مش حميدة برضو ده بيبقى الصداع بتاعها بيبقى منذ فترة قصيرة وبيزيد بصورة مضطردة او صورة كبيرة جدا لحد ما العيان يبدأ يشتكي ويبدأ يتوجه الى الطبيب. لكن مش كل صداع معناه ان حاجة خطيرة، مش كل صداع معناه على طول ان ده ورم في المخ او لا قدر الله في مشكلة في المخ. الصداع اللي هو ناتج عن اورام المخ او نزيف المخ او اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تحصل في المخ بيبقى معاه اعراض اخرى لو موجودة ده نقدر نتوقع او نقدر نستنتج او نقدر نشك ان ممكن يكون في حاجة في المخ. الصداع ده بيبقى ليه صورة معينة بيبدأ بسيط وبيزيد بالتدريج لحد ما يوصل لدرجة كبيرة. الصداع ده ما بيتحسنش بالمسكنات العادية. الصداع ده برضو بيزيد اكتر الصبح والعيان قايم من النوم الصبح، او ممكن حتى يصحي المريض من النوم بالليل لان ضغط المخ بيزيد اثناء فترة النوم او اواخر فترة النوم بشوية. الصداع الناتج عن ورم المخ بيبقى مصاحب باعراض عصبية اخرى على حسب المكان اللي بيكون فيه مشكلة، سواء المشكلة دي ورم او نزيف او جلطة في المخ. لو المشكلة او الورم ده قريب من مركز الحركة بيبدأ المريض يشعر ان في تقل في ايده او في رجله. لو قريب من مركز الاحساس يبدأ الاحساس بتاعه يتأثر في الايد او في الرجل. لو قريب من مركز الكلام يبدأ المريض يعاني من مشاكل كبيرة في النطق. خلينا نتكلم بقى عن النوع الاكبر من انواع الصداع اللي هو قلنا عليه 90% من انواع صداع، وهو الصداع الاولي. ويمكن اشهر واكتر نوع بيعاني منه الناس وموجود في حق تقريبا في 3/4 الناس اللي بيعانوا من صداع اولي، وهو الصداع التوتري او الصداع العصبي. الصداع التوتري او الصداع العصبي ده دايما بيجي للناس اللي هم بيبقوا قلقين بطبعهم، بيتوتروا بسرعة، عندهم مشاكل اجتماعية او مشاكل بتقرقهم او مشاكل شغلاهم، ناس اللي بيفكروا كتير، ناس اللي ما بيناموش كويس، ده كلهم بيتعرضوا للنوع ده من الصداع، وهو الصداع العصبي او الصداع التوتري. دايما الصداع، ازاي نعرف ان الصداع اللي عندنا ده صداع عصبي او صداع توتري؟ دايما بيبقى احنا بطبعنا قلقين شوية، بنتوتر بسرعة، بنقلق بسرعة. الصداع ده بيبقى لافف حوالين الدماغ زي ما يكون محزم الدماغ، زي ما يكون في المريض بيجي يشتكي من ان في ده بيكون في حزام لافف حوالين دماغه وضغط عليها جامد. الصداع ده بيبقى موجود في الناحيتين دول من الدماغ، على ناحية اليمين وناحية الشمال. قد تتراوح مدته من دقائق بسيطة قد تصل الى ساعات اثناء اليوم. وممكن الصداع ده يتكرر بشكل يومي، واللي بنطلق عليه الصداع التوتري المزمن. لو طبعا قعد يتكرر كتير بشكل كبير جدا بيدخل في المريض في صداع توتري مزمن، وده بيبقى نتيجة بعض المشاكل النفسية او المشاكل اللي هي اللي بتقرق العيان الى حد كبير. الصداع ده ما بيبقاش شديد جدا لكن بيبقى مضايق العيان. العيان بحس ان هو مش مرتاح، مش قادر يركز، في حاجة زي في حاجة تقيلة في دماغه. بمجرد ان احنا نطمن المريض ونهديه، واهم حاجة ان احنا نقول له ان الصداع ده مش صداع خطير، مش صداع اللي هو يتقلق منه لان ما معهوش الاعراض اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوية اللي تخوفنا من الصداع، ده عليه عامل كبير جدا في علاج المريض من الصداع. مجرد ان احنا نهديه، مجرد ان احنا نطمنه، ده الصداع ممكن مع بعض الادوية البسيطة
يقدر المريض يعدي مشكلة الصداع العصبي او الصداع التوتري. في نوع اخر من الصداع واللي معظم الناس عارفينه، معظم الناس بيشوفوه، او يمكن بنشوف قرايبنا جيراننا اصدقائنا بيشتكوا منه، وهو الصداع النصفي او الميجرين هيديك. الصداع النصفي دايما بيجي في السيدات اكتر من الرجال للاسف. بيبقى شكله ان هو بيبقى زي خبط بيجي على ناحيه واحده، طبعا زي ما هو معانا دلوقتي على الشاشه، زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي. لكن مش كل صداع بيجي في ناحيه واحده يعتبر صداع نصفي. امتى تشك ان الصداع اللي عندك ده يبقى صداع نصفي؟ لو لقينا ان الصداع ده بيجي فجاه، يجي في صوره نوبات، النوبات دي بتتراوح مدتها من مثلا 4 ساعات، قد تصل الى 3 ايام على الاكثر. ممكن مريض يعاني من نوبه الصداع دي لمده 3 ايام، بيبقى في معظم الاحيان موجود في ناحيه واحده. من ضمن الحاجات المميزه للصداع النصفي ان هو قبل ما تبدا نوبه الصداع بيبدا المريض يشتكي ان هو ببعض او بحاجه اسمها القوره او الهاله او مؤشرات الصداع. المؤشرات دي قد تكون في صوره ان المريض يحس زي فلاشات او في اضاءات بتنور قصاد عينيه. ممكن المؤشرات دي تبقى في صوره ان يبدا عينيه تدمع شويه، ويبدا يحصل وجع في عينيه بسيط، وبعد كده بيبدا نوبه الصداع. مريض الصداع النصفي بيبقى المميز ليه جدا ان هو الاضاءه الشديده او الصوت العالي بيضايقه جدا، ما بيقدرش يحتمل ان هو يقعد في مكان فيه دوشه جامده، ما بيقدرش يقعد قدام تلفزيون صوته عالي، ما بيقدرش يستحمل. يمكن يعني في بعض السيدات بتجيلنا تقول انا ما بستحملش صوت ولادي، دوشه ولادي نفسهم ببقى متضايقه، ببقى مش قادره استحمل. فتلاقي دايما مريض الصداع النصفي بيفضل ان هو لما تجيب له نوبه الصداع يفضل ان هو يقعد في مكان هادي، في مكان ما فيهوش اضاءه شديده، ضوءه خافت شويه، علشان يقدر ان هو يسيطر على نوبه صداع، او علشان نوبه الصداع اللي عنده ما تبقاش ما تستمرش لفتره طويله، لدرجه ان برضه مجرد ان هو يدخل في النوم لفتره بسيطه ده ممكن بيريح او بيخلصه من نوبه الصداع. الصداع النصفي بيبقى في صوره نبض او صوره خبط، بحس ان المريض بيجي بالوصف بالكلمه دي، المريض بيجي يقول ان زي ما يكون حاجه بتخبط في دماغي او شواكيش بتضربني على دماغي. ده من ضمن الحاجات المميزه جدا للصداع النصفي. ويمكن الصداع النصفي بالذات من اكتر انواع الصداع اللي هي ليها علاقه بالاكل بتاعنا، وليها علاقه بطرق الغذاء بتاعتنا، وليها علاقه ببعض الاكلات. في بعض الاكلات بتسبب الصداع النصفي او بتخلينا نشعر بالنوبه او بتبدا نوبه الصداع النصفي، وفي على العكس بعض الاكلات ان احنا لو اهتمينا بيها ده الى حد كبير جدا بيحاول يقينا ان يحصل لنا صداع او نوبه الصداع النصفي، ودي هنكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في حلقه النهارده. نوع اخر من الصداع اسمه الصداع العنقودي. الصداع العنقودي ده هو اي نعم مش نوع منتشر قوي من الصداع، لكن يستحق الانتباه، لان الصداع العنقودي ده بيبقى شديد جدا وبيجي في العين. بيحس ان المريض بيحس ان الالم كله متركز في عينه. يمكن الصوره اللي معانا على الشاشه دلوقتي بتوضح لنا الفرق بين انواع الصداع المختلفه. طبعا اول صوره من ناحيه اليمين ده مكان الصداع النصفي، العين بيشتكي منه في نص الراس، لكن قلنا ان مش شرط يكون في ناحيه واحده، ممكن صداع نصفي يجي في ناحيتين.
الصداع العصبي وهي الصورة اللي بعدها من ناحية اليمين، ده بيبقى متركز حوالين الدماغ زي ما يكون لافف في الدماغ بحزام وضغط عليها جامد، وبيبقى من اكتر الاماكن اللي هي موجود فيها صداع منطقة الجبهة او اعلى العينين. يليه الصورة اللي بعديها من اليمين، تالت صورة من اليمين، وهي الصداع العنقودي، وبيبقى الصداع العنقودي ده متركز حوالين العين بتاعة المريض. بيبقى المريض بيشك او بيشعر ان في الم شديد في العين، مش بس الم، بيبقى في صورة مميزة جدا للصداع العنقودي. غير الصداع وغير الالم اللي بيحصل حوالين العينين، بيحصل زي تهيج للأغشية اللي هي حوالين العين نفسها، فبتبدأ العين تحمر. بيبقى مريض الصداع العنقودي بيشتكي ان الاحمرار شديد جدا في مقلة العين اللي هي ناحية نفس الناحية اللي بيحصل فيها صداع. بيحصل احتقان في الانف وبيحصل ارتشاح من الانف في نفس الناحية اللي بيحصل برضو فيها الصداع. الصداع ده بيتكرر في ايام معينة، بيحصل في نفس اليوم كل شهر، وبيحصل في نفس الشهور كل سنة في صورة عنقود او زي عنقود العنب بالظبط. عشان كده جاءت التسمية بتاعته ان الصداع او الصداع العنقودي. بيبقى شكله ان زي ما يكون حاجة حادة داخلة او اتخبطت بيها الدماغ، بيبقى زي سكينة او زي آلة، زي ما يكون العيان اصاب او اصيب بآلة حادة. الصداع ده موجود في حوالي 3 في 1000 من الناس على مستوى العالم. احنا قلنا الصداع النصفي بيبقى موجود في السيدات اكتر للأسف، لكن الصداع العنقودي ده بيبقى موجود في الرجالة اكتر من السيدات. دايما بيشتكي منه الرجال اكتر من السيدات. مدته لا تتعدى 3 ساعات، بعدها بتبدأ نوبة الصداع ان هي تختفي تماما. هنكمل كلامنا، بس ناخد اتصال تليفوني من احمد. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. الحمد لله. اتفضل يا استاذ احمد. عندي المدام بيحصل لها فجاه كده صداع، اللي هو ايه كده على جنبين الدماغ، بحس بلب شديد قوي في العروق اللي هو على الجنب اليمين والشمال. تمام حضرتك. لب عالي جدا في العروق، بيحصل فجاه بعدين مثلا من غير اي ضغط نفسي حاجه، بيحصل فجاه تقعد 10 دقائق ربع ساعه وبعدين بيروح لوحده. كنت عايز اعرف ده ايه سببه او ايه اسباب الصداع ده. طيب اسال حضرتك، هي بتشتكي من ضغط او عندها اي مشكله طبيه تانية؟ لا، هو الضغط ساعات بيوطى بس مش على طول، يعني لما يكون في جهاز او حاجه. تمام. بيوطى الضغط عندها بعض الاحيان. تمام. بتنام كويس حضرتك؟ بتنام كويس. طيب في هي من النوع اللي بيقلق بسرعه او بيتوتر بسرعه، او من نوع القلوق اللي بتتوتر من اي حاجه؟ لا مش قوي، يعني ما اقدرش اقول على طول يعني. تمام. في انتظام في مواعيد نومها؟ نوم مظبوط ومفيش مشاكل. طيب الصداع ده بيتكرر كتير ولا هو على فترات متباعده؟ لا بيتكرر كتير بصراحه، يعني دايما بيجي صداع على طول. بس بيقعد يعني لمده يوم ويوم. لا تمام. بيقعد لمده دقائق؟ لا مش بيطول، يعني ما ممكن 10 دقائق كتير، ربع ساعه. تمام. ممكن تاخد مسكن بيروح بعدها. تمام حضرتك. شكرا. هي عندها جيوب انفيه، بس في الجيوب الانفيه فيها مشكله، او عندها التهابات في الجيوب الانفيه. بتاخد علاج ليها؟ كنت عايز اعرف. لا حاليا متوقفه عن العلاج. طيب حاضر، شكرا استاذ احمد، هجاوب على حضرتك حالا دلوقتي. الصداع اللي هي بتشتكي منه مدام استاذ احمد، هو بيقول ان الصداع ده بيجي ويروح. الصداع ده مش مستمر، بيقعد لمده دقائق بسيطه وبعد كده بيختفي. هو قال حاجه مميزه جدا، ان الصداع ده موجود على الناحيتين، زي ما يكون حاجه ضاغطه على دماغها من الناحيتين. الصداع ده برضو
وجود الجيوب الانفيه او وجود التهاب الجيوب الانفيه ده من ضمن الاشياء اللي احنا اللي بتسبب لنا صداع شديد. هو مكان الصداع اللي حضرتك بتشتكي منه او المدام بتشتكي منه ده بيرجح ان الصداع ده اكتر صداع توتري، حتى لو هي مش بتتوتر بسرعه، لكن مجرد لو في عدم انتظام في ساعات النوم، لو في مشكله ولو بسيطه في حياتها او في حاجه قلقاها او حاجه شغلاها، ممكن ده بيعمل لنا صداع اللي هو بيبقى موجود على ناحيتين من الدماغ، واللي هو بيقعد لفترات بسيطه، دقائق بسيطه، وبيختفي تماما. لكن ده لا يستبعد ان يكون برضو الصداع ده سببه مشكله التهاب الجيوب الانفيه. علشان كده لازم نروح نطمن عند طبيب الانف والاذن، لو في التهابات في الجيوب الانفيه لازم ناخد لها علاج، علشان برضو ده هيساعد كتير ان الصداع ده يخف بسرعه. لكن انا بطمنك الصداع ده مش من النوع الخطير. الصداع ده كون ان هو بيرتاح بالمسكنات، كون هو بيجي ويروح بيقعد دقايق معينه ويروح، ده مش صداع يقلقنا كتير. ما يستدعيش ان احنا نعمل اشعاعات الا اذا استبعدنا وجود مشكله في الجيوب الانفيه او مشكله الصداع التوتري. بمجرد ان احنا ناخد علاج بسيط هيروح الصداع ده باذن الله. طيب احنا قلنا مش كل صداع بيبقى خطير. امتى تنتبه وامتى تفكر وامتى تقف واقفه مع نفسك وتقول لازم اشوف الدكتور، لازم اروح للدكتور، لان الصداع اللي عندي ده ممكن يكون صداع مقلق. الصداع ده لو جه بشكل مفاجئ وبشكل شديد جدا، يمكن في نوع من انواع الصداع اللي بيحصل مع نوع من انواع النزيف اللي بتحصل في المخ، وهو نزيف اسفل الام العنكبوتيه. ده مكان بيحصل فيه نزيف المخ. دايما بيجي المريض بيشتكي، بيوصف نوبه صداع، بيقول ان هي اسوأ صداع شفته في حياتي. بتبقى النوبه او نوبه الصداع نفسها بتيجي بشكل مفاجئ، بتيجي بشكل شديد جدا، زي ما يكون المريض بينضرب على دماغه بآله حاده. الصداع ده لو جالنا صداع بالشكل ده، لا لازم نقف، الصداع ده مش عادي، لازم نروح لدكتور، لازم نسأل ونطمن ان الصداع ده مش نتيجة حاجة خطيرة زي لا قدر الله نزيف في مخ. الصداع ده لو بدأ بسيط وبدأ يستمر او بدأ يزيد بشكل تدريجي، ولو مرتاحش بالمسكنات، الصداع ده لو ما بيروحش خالص اثناء فترات اليوم، لا برضه لازم ننتبه، لان الصداع ده قد يكون صداع خطير. فلو اشتكيت من صداع وخدت مسكنات وما فيش استجابه، ولقيت الصداع ده بيزيد بشكل مضطرد او بشكل تدريجي وبيزيد كل يوم عن التاني، لا لازم تنتبه جدا، لان الصداع ده قد يكون مؤشر عن مشكله كبيره في المخ. الصداع ده لو مش مجرد بقى صداع، يعني المريض بيشتكي من صداع فعلا بقاله كذا يوم او كذا شهر، لكن بدأت تحس بتنميل في ايدك او تقلب في رجليك، او بدأ الكلام بتاعك يتغير، بدأ يحصل مشكلة في الكلام، او بدأ يحصل حتى تغيرات، بعض التغيرات السلوكية، او بدأ يحصل زي ضعف في الذاكرة او مشاكل في الذاكرة، لا لازم نقف هنا، لازم على طول نروح للطبيب المختص، علشان الصداع ده ممكن يكون ناتج عن مشكلة في المخ. فلازم نروح للدكتور ونعمل فحوصات والأشعاعات اللازمة، علشان نستبعد ان يكون ده مؤشر عن مرض في او مشكلة في المخ. لو الصداع ده مصاحب ببعض الأعراض الأخرى زي ارتفاع في درجة الحرارة، او ان وزن المريض بيقل بشكل سريع، لا لازم برضو هنا نقف وقفة مع النفس، ولازم نستشير الدكتور، لان ممكن يكون ناتج عن اي مشكلة زي التهابات في الصدر، او التهابات او اي مشكلة من التهابات في اي نوع، اي جزء من اجزاء الجسم. لو الصداع ده
مصاحب او جاي بعد المريض ما اكتشف ان هو على قدر الله عنده ورم في اي مكان من اماكن الجسم وبدأ يشتكي من صداع، لا لازم على طول برضو نروح للطبيب المختص، لان ممكن ده لا قدر الله يكون ناتج عن انتشار للورم في المخ. الناس اللي عندهم مناعتهم ضعيفة شوية سواء بفعل بعض الأدوية اللي هم بياخدوها زي الـ بعض الأدوية بتقلل المناعة أو الكورتيزونات، أو اللي عندهم أمراض نفسها هي بطبيعتها بتقلل المناعة وجالهم صداع، لازم على طول نستشير الدكتور، لأن قد يكون ناتج عن بعض العدوى البكتيرية اللي ممكن تصيب المخ أو السحايا اللي حوالين المخ. طيب احنا لو لقينا اي عرض او الصداع او اي صورة من صور الصداع اللي احنا قلنا عليها، الصور الخطيرة او الخطوط الحمراء اللي احنا لو لقيناها مع الصداع دي نعمل ايه؟ احنا قلنا الخطوط الحمراء او الاعراض الخطيرة لو الصداع ده جه بشكل مفاجئ وشديد جدا واول مرة يجي لنا بالطريقة دي، لو الصداع ده بدأ بسيط وبيزيد يوم عن يوم على طول برضو لازم نتجه الى الطبيب المختص. لو الصداع ده مصاحب ببعض الاعراض العصبية زي تقل في الرجلين، تقل في الايدين، بعض المشاكل اللي في الكلام او التغير، بعض التغيرات اللي ممكن تحصل في السلوك، لازم على طول ننتبه. الصداع ده لو جه لناس عندهم مناعتهم ضعيفة او لناس عندهم امراض اخرى زي اورام في اجزاء اخرى من الجسم، لازم على طول نروح للدكتور علشان يطلب لنا او عشان عن طريق الفحوصات وعن طريق الاشعاعات نستبعد ان الصداع ده صداع قد يكون مؤشر عن مرض خطير. فعلشان كده لازم نطمن، مش كل صداع بنشتكي منه يبقى لا قدر الله ورم في المخ، مش كل صداع يبقى نزيف في المخ، مش كل صداع يبقى مشكلة كبيرة في المخ. الأسباب الخطيرة للصداع كلها لا تتعدى من 1-5% من أسباب الصداع، لكن مش معنى كده ان احنا نهمل، لازم ننتبه. لو حصل لنا صداع بالشكل اللي احنا قلنا عليه ده لازم على طول نروح للدكتور، دكتور المخ والأعصاب، علشان يقدر عن طريق الفحوصات وعن طريق الكشف. ويمكن من اكتر او الحاجات اللي بتشخص صداع وبنعرف عن طريقها نوع الصداع ده ايه، وصف المريض للصداع نفسه. الصداع ده بدأ امتى؟ الصداع ده بيروح وبيجي ولا مستمر بشكل على طول؟ الصداع ده هل مصاحب بقيء؟ هل بيجي في ناحية واحدة؟ تقريبا 90% من انواع الصداع بتتشخص عن طريق التاريخ المرضي، عن طريق الدردشة اللي احنا او كلامنا مع المريض. علشان كده المفروض الدكتور يسمع المريض كويس، يديله فرصة ان هو يوصف الصداع نوبة الصداع بشكل دقيق جدا، لدرجة ان هو في بعض الاماكن بينصح او بننصح المريض ان هو يسجل نوبة الصداع كل ما تجيله بتبقى شكلها ازاي، بدأت امتى، استمرت معاه قد ايه، شكل الصداع نفسه ايه، هل اكل اكلات معينة قبل حدوث النوبة مثلا بكذا ساعة ولا لا، عشان ده كله بيساعدنا في تشخيص نوع صداع والاطمئنان ان الصداع ده هل صداع خطير ولا صداع عادي او صداع اولي، هل الصداع ده صداع توتري ولا صداع نصفي. ان معظم انواع الصداع بتتشخص مجرد الحديث مع المريض. من حسن الحظ ومن حسن حظنا ان في بعض الاكلات وبعض الأغذية اللي احنا لو اهتمينا بيها شوية ممكن ده بيساعدنا كتير ان احنا نسيطر على نوبة الصداع. في بعض الأغذية وبعض الأكلات وبعض المشروبات لو اهتمينا بيها شوية ده يقدر يساعدنا كتير في التخلص من الصداع، وخصوصا الصداع المتكرر. لقينا ان النعناع
والزنجبيل من المشروبات الجميلة جدا والمفيدة جدا، واللي نقدر عن طريقها ان احنا لو جالنا صداع شوية نقدر نتخلص من نوبة الصداع ده. ويمكن في ناس كتير جدا بمجرد ان هم يحسوا بنوع من انواع الصداع بيشربوا كوباية نعناع، يشربوا زنجبيل، يشربوا بعض المشروبات، وده بيساعدهم كتير جدا ان هم يتخلصوا من الصداع. الاهتمام بالاسماك، اسماك غنية جدا بمادة الاوميجا 3، واللي لقينا ان ليها دور كبير جدا في الوقاية من نوبات او الكتير من نوبات الصداع. بعض الخضروات الورقية زي السبانخ وزي البروكلي لقوا ان برضو ليها دور كبير جدا في الوقاية من نوبات الصداع. الخبز البلدي والثوم برضو من الحاجات المهمة جدا، بالظبط زي الجبنة، وخصوصا الجبنة القريش والبيض ليهم دور كبير جدا في الوقاية من نوبات الصداع. مهم جدا ان احنا نتناول وجبات متوازنة في الكم وفي النوع. يبقى لينا معاد معين لتناول الوجبات، نحافظ ان احنا ناخد الثلاث وجبات الرئيسية بشكل منتظم، ما نهملش اي وجبة من الوجبات اللي احنا بناخدها، وخصوصا وجبة الفطار، لان مهم جدا وجبة الفطار، لان هي اللي بتمد الجسم وبتمد المخ بالجلوكوز وبالسكر اللي هو محتاجه علشان يقوم بوظائفه الحيوية. الحقيقة ان الاهتمام بشرب المية من الحاجات الكويسة جدا اللي بتقينا من حدوث نوبات الصداع. يمكن في بعض الاكلات اللي احنا ليها دور كبير جدا في تكرار نوبات الصداع النصفي، احنا هنقولها علشان الى حد ما نحاول نتجنبها ونحاول نبعد عنها. يمكن من ضمن الحاجات اللي هي بتؤدي الى حدوث نوبات كبيرة ومتكررة من الصداع النصفي مادة الكافيين اللي هي موجودة في القهوة وموجودة في الشاي وموجودة في بعض المشروبات الغازية. الاستهلاك المادة دي عن طريق شرب شاي كتير او شرب القهوة كتير او شرب المشروبات الغازية بشكل كبير جدا، ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل لنا صداع شديد. في بعض انواع الجبن زي خصوصا الجبنة الفرنسية والجبن اللي هي الصفراء زي الجبنة الشيدر، لان فيها مادة اسمها مادة التيرامين، دي لقوا ان ليها دور كبير جدا في تحفيز او حدوث نوبات الصداع النصفي. المادة دي نفسها موجودة في بعض الاغذية الاخرى زي اللحوم المدخنة واللحوم المصنعة، وموجودة برضو في الفواكه الحمضية زي البرتقال وزي المندرين. علشان كده وجدوا ان في علاقة بين اكل الفواكه الحمضية زي البرتقال والمندرين واكل اللحوم المصنعة او اللحوم المدخنة وحدوث نوبات الصداع النصفي. بعض المواد الحافظة اللي هي بتتحط على بعض الشربات اللي هي الجاهزة زي مرقة الدجاج او شوربة الخضار اللي هي بتبقى جاهزة او صلصة الصويا، وجدوا ان هي فيها مادة اسمها مونو صوديوم جلوتاميت، ودي ليها دور كبير جدا في حدوث نوبات الصداع. في بعض اللحوم المصنعة زي اللانشون وزي النقانق دي بيضاف عليها مادة اسمها النايترايت، ودي اللي هي بتديها اللون الوردي بتاعها. المادة دي بتتحط على اللحوم دي علشان تمنع نمو البكتيريا الضارة، لقوا ان ليها علاقة وطيدة جدا بحدوث نوبات الصداع. الناس اللي هم بيعملوا رجيم وبيستبدلوا السكر اللي هو الطبيعي اللي احنا بنستهلكه بسكر دايت او سكر قليل في السعرات الحرارية، وخصوصا مادة الاسبرتام، لقينا ان برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى ليها دور كبير جدا في حدوث نوبات الصداع النصفي. الاطعمة السريعة، الاكل هو تيكاوي، برضو من ضمن الاكلات اللي هي بتزود نوبات الصداع النصفي. وجدنا ان الخضار والفاكهة فيها مواد غذائية، معادن وفيتامينات بتقينا كتير من حدوث نوبات الصداع النصفي. عشان كده الناس اللي هم بياكلوش فاكهة كتير ما بياكلوش خضار كتير بيبقوا معرضين اكتر من غيرهم ان هم يحصل لهم صداع نصفي.
في بعض الاطعمه اللي هي موجوده او فيها ماده الهستامين زي الموز وزي الفراوله، دي برضو كبير فيها صداع، فيها مواد معينه بتزود الصداع النصفي. نصيحه اخيره عايز اقولها للناس اللي هم بالذات بيعملوا دايت او بيعملوا رجيم، لان كتير من انواع الرجيم او الاساليب الخاطئه للرجيم بتؤدي الى حدوث نوبات من الصداع. لازم تهتم ان انت تاكل 3 وجبات، ما ينفعش تهمل وجبه من الوجبات دي، لازم الوجبات دي كلها تكون متوازنه او محتاجه او موجود فيها كم متوازن من المواد الغذائيه سواء نشويات او دهون او بروتينات، وموجود فيها معادن وموجود فيها فيتامينات. ما نهملش وجبه الفطار، لان وجبه الفطار مهمه جدا في الحفاظ على مستوى السكر في الدم. واخيرا وجدنا ان في عنصر من العناصر الغذائيه وهو عنصر المغنيسيوم ليه دور كبير جدا في علاج الصداع النصفي، ويمكن من اهم الاغذيه اللي موجود فيها عنصر المغنيسيوم ده الخضروات الورقيه زي الخس والبقدونس وزي الكرنب، المكسرات والحليب. علشان كده نقدر عن طريق بعض الاكلات المعينه ان احنا لو اهتمينا بيها زي الخضار وزي الفاكهه وزي المواد اللي فيها مغنيسيوم بشكل كبير جدا، نقدر نقي انفسنا ان يحصل لنا مشاكل او نوبات صداع. وعرفنا ايه الاكلات اللي هي ممكن تؤدي الى ان يحصل لنا نوبات من الصداع النصفي، فنحاول بقدر الامكان ان احنا نبعد عنها علشان نقدر نقي انفسنا من حدوث نوبات للصداع النصفي او نوبات صداع بشكل عام. اتكلمنا النهارده عن الصداع، ازاي بيحصل، اسبابه، ايه الاكلات اللي عن طريقها ممكن الصداع ده يجي او يحصل بشكل متكرر، ايه بعض الاكلات اللي مهمه جدا ان احنا نتناولها، اهميه الميه او شرب الميه بكميه كبيره، النظام الغذائي المتوازن للناس اللي هم بيعملوا الرجيم، المواد الحافظه اللي بتحط على كتير من الاغذيه وعلاقتها بحدوث نوبات الصداع. ارجو ان تكون حضراتكم استفدتوا من حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومه مفيده. في ختام حلقتنا النهارده بتوجه اليكم كلكم بالشكر على وعد بلقاء في حلقات اخرى. الى ان نلتقي لكم مني ارق تحياتي كما انقل اليكم تحيات اسره البرنامج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.